كريم عم كريم عم كريم في ايه؟ كريم المسكين دول عايزين. اهلا 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 استهان، فرح ولا طهور ولا عيد ميلاد؟ تحت امرك. انا عم كبار ابو الواد كريم صاحب الفرش ده. خلاص يا ابو خلاص خلاص. ايه يا هلا؟ لما تشوف الهوانم عايزين ايه اجري هاتهم حاجه ساعه. اهلا وسهلا. مالك مستمر كده ليه؟ معلش الواد ده طول عمره رخمه كده بيغرق في شبر ميه. خلصنا. خلصنا بقى يا عم بركه. عشان كده الدروس ما فرشناش. حاضر حاضر. شايف شايف يا ابن الكلب جبت لنا الكلام؟ معلش استنى، هو الواد ده لخبط طول عمره كده. انا هجيب الحاجه الساعه. رحب بيهم وهات كراسي. يلا اتحرك. يلا خلاص. شو نادرة؟ كنت هقول لك على ليش عم بتكذب علي؟ شو كان رح يفرق لو كنت محارب؟ أنا ما كان بدي حدا غني، أنا بدي حدا ما بيكذب علي. بس خلاص اللي بدي أعرفه عرفته. سلام يا اسطى. الحاجة الساعة. الله هم راحوا فين؟ ليه انا عملت لهم ايه؟ راحوا فين؟ يا ارحمني بقى، كفايه اللي طيرت فوق دماغي. ارحمني بقى. استنى انا في ايه اللي حصل؟ الله تعالى. راح فين؟ رايح في 60 داهيه. يا كريم مالك يا حبيبي؟ ايه اللي حصل يا ابني؟ ما تقول لي. يابا هي دي البت اللبنانيه اللي كلمتك عنها. اللبنانيه؟ ايوه. انت مش تلاغيني هلا؟ سايبني على غنايه كده. معلش معلش ما حصلش حاجه. اجري وراها الحق. اجري وراها ايه؟ ما خلاص باظت زي ما كل حاجه باظت فوق دماغي. ولا يعني انا اللي عكيتها؟ عن شو عم تبكي هلا؟ عم بكذب عليك. شو كان رح يفرق معي غني ولا فقير؟ عن جد هيدا حيوان. احسن انك عرفتيها حقيقته. الله في ايه؟ هي ما بتردش ليه؟ خلاص يا راجل اديني جيت اهو. يا سماء ايه اللي اخرك وهوشين عليكي؟ اعمل ايه في الواد جمال؟ موقفني في اخر الدنيا، خايف لابوي يشوف هو بياخد مني الفلوس. وخلاص اديتي له؟ اخر 20,000. ومضيتيه على الوصل؟ طبعا. امال ايه؟ بكره ان شاء الله ناخد العقد والوصل ونركب البيت من بابه. ها؟ طب بقول لك ايه يا فتحي؟ ما تستنى شويه يا اخوي، مش بسرعه كده. استنى ايه؟ لحد ما يصرف الفلوس؟ والله واحنا مالنا ومال الفلوس؟ ما خلاص دفعناه. وبعدين جمال باع، هو صغير ولا صغير يعني؟ لا بقول لك ايه؟ الواد ده بيضرب بودره. صلي على النبي يا فتحي. بودرة ايه ده؟ تلاقيه بس بيضرب حشيش ولا بانجو زي ابوه. وحياتك بيضرب بودرة وكل الناس عارفين. يا لهوي بودرة يا فتحي. مالك يا لهوي خايف عليك ده ليه؟ ما يكون في 60 داهية. انت نسيت اللي عمله ابوه فينا. اخص عليك يا فتحي، ده برضه ابن اخويا، وانا يعني هفرح لما يجرى له حاجة؟ ما حنية قلبك دي اللي مودانا في داهية. طب اسكت بقى يا فتحي، انت وجعت قلبي على الواد جمال. اتاريه مش واقف على بعض وانا بكلمه. طب وبعدين؟ ولا قبلين. وانت يعني كنت فاكر الفلوس دي بياخدها عشان هيبني بيها جامع؟ لا بس قلت عايز يتجوز بيها، عايز يتنيل يشتري عربيه يعمل مشروع. اصل ابويا فتحي كان منشف عليه قوي وهو صغير. اتاريني بديله فلوس عشان يروح يتنيل يشم يقطعني. يما ايه ده؟ مين؟ مفيش. يما انا عبد الله. ايه ايه يا واد خضتني، جاتك نصيبه. سلامتك من خض. يما ايه ده؟ تعالي. ايه يا واد؟ حد يصحي حد نايم كده. بقول لك ايه، انا غيرت لك الفلوس. جابوا كام؟ 1500 جنيه. اتفضلي. نصيبي كده. هو الحج بيتكلف كام يا واد؟ مش كله ياما، بس مش اقل من 30,000 جنيه. يعني حتى دول ما يودونيش عمره. عمره ياما؟ ده ما طلعكوش المحور. يا سم تتريق وانت حاسس بحاجه؟ والله ياما حاسس، بس هعمل ايه يعني؟ خد خد يا حبيبي، خليهم معاك يمكن ينفعوك انت في حاجه. انا خلاص مش عايزاهم، هعمل بيهم ايه؟ والله يا عم لو ليك نصيب في الحج هتحج ان شاء الله غصب عن اي حد في الدنيا. لو ليك نصيب، الكلمه اللي بيصبروا بيها الغلابه اللي زيي. يا واد انا جات لي فكره. يو جاتك نصيبه دي
لكن النهار انا قاعده قدام التلفزيون وشفت لك ايه برنامج مع الاستاذ تمام. اه قال ايه هيطلعوا خمسه الحج بس عاملين اسئله اللي يجاوب عليها هيطلع. والنبي روح قول له خالتك نفيسه بتقول لك جاوب لها انت على الاسئله يمكن ربنا يكون رايد واطلع. ما اسئله ايه ويحل ايه يما؟ انت عايز الراجل يزور ولا ايه؟ يزور ايه بس؟ انت مالكش دعوه. روح انت بس قول له امك الله يرحمها كانت صاحبه امي. ها؟ يمكن انا حاسه كده ان هو هيرضى. هو يعني غرمان حاجه من جيبه؟ ابدا. وانا قلبي حاسس ان هو هيرضى. والنبي يا حبيبي بص لو رضي مرضيش يبقى راجل خسيس. على الله بقى ما يرضاش. يا عبد الله تدخل كده من غير ما تخبط؟ لقيت الباب مفتوح سمعت صوتك كنت بتعاطي خفت عليك. لا ما تخافش انا كنت بجهز شويه غيارات لامي بس. طب بتعاطي ليه يا صباح؟ اقعد يا صباح اقعدي وما تعيطيش امك ان شاء الله هتخف والله هتخف. امي تعبانه قوي يا عبد الله تعبانه وانا مش عارفه اعمل لها ايه وشها بقى عامل زي الليمونه. طب انتوا ما لقيتوش اوضه عشان العمليه؟ اوضه؟ طب قول سرير. ماشي يا اوضه حاجه معاكي. انت عارف سكه المستشفى لو حبيت تزورها هتلاقيها راقده هي وخالتي سعديه في اوضه واحده. هزورها النهارده ما تزعليش مني. مش سهلة أنا يا عبد الله ولو عايز تزورها خليها بكرة أصلها النهاردة هتغسل. ما بتدعي لها يا عبد الله. صباح مش وقته يا عبد الله زرح المستشفى. استر يا رب. ألو أيوة مين؟ عادل افتكرت انك ليك اهل تسال عليهم. احنا تمام يا ابني. امك تعبانه قوي يا عادل ادعي لها يا ابني انها تقوم بالسلام. عندنا حاجات كتير ده احنا حتى مش عارفين نغير لها الكلمه. بقول لك تعبانه انت ما بتحسش. يا ريت الحاجة يا عادل نفسها تشوفك قبل ما يحصل لها حاجة يا ابني. حاضر مش هقول لها يلا مفاجأة بس يا ريت تصدق المرة دي. ها مع السلامة يا دمي. مع السلامة. يا ريت تيجي يا حبيبي انا كمان نفسي اشوفك قوي. سعيد يا نادي. ازيك يا صبحي رحت لامي؟ ايوه وقالوا لي انك كنت هناك ومشيت. جيت اسلق لها فرخه. امي تعبانه قوي يا صبحي. ربنا معاها يا نادي. ادعي لها يا صبحي. انا ظلمتها كتير نفسي تسامحني. مش انت بس اللي ظلمتها يا صبحي بس انا عارفه ان امي قلبها مبيض وهتسامحني. انت ما تزعليش مني يا نادي قله الفلوس كانت مبوظه اعصابي. انا طول عمري لوحدي عمري ما حد خدني في حضنه ولا طبطب عليا
أمك اللي كانت دايماً بتدوس لها الوجع، مع إن كان عندها حق في كل اللي بتقوله. كانت خايفة عليك يا صبحي، بس أنت اللي ما كنتش فاهمها. يا رب اشفيها يا رب. يا رب اشفيها يا رب. يا رب. أهلاً وسهلاً. أهلاً يا حضرة الشيخ. اسمك إيه الأول؟ أنا ندى. أهلاً يا أختي ندى، يا مرحب. أنا بس عاوز أستفسر، هل النت حلال ولا حرام؟ وشكرا. العفو يا أختي ندى، حاضر نجاوبك. السؤال النت حلال ولا حرام؟ الإجابة الحلال بين والحرام بين. يعني النت ده ممكن ندخل مواقع نستفيد منها، ناخد منها معلومات دينية أو ثقافية أو أدبية، يبقى إيه الحرام في كده؟ ممكن مثلا ندخل نبحث في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، أو في سيرة سيدنا أبو بكر الصديق، أو إلى آخره. ممكن نستفيد جدا من النت. المهم إن تكون نيتنا خير، ونبقى داخلين نستفيد فعلا، ولا دخلنا نبحث والعياذ بالله عن فلانة بالبكيني، أو علانة في البسين، أو ترتانة قبل التجميل وبعد التجميل، والحاجات اللي بالكم فيها دي. استغفر الله العظيم، وحيد الله، قولوا لا إله إلا الله يا سيادة. وده اللي بيحصل. أه طبعا ده يبقى عيب وحرام وما يصحش. احنا لازم نوجه وشهدنا. قعد زي دي كده من كام يوم، والله فاكرها زي النهارده. قعد يقول لك النت حرام وإن الشيطان بعينه، أو غير كلامه يا راجل. بعد صدقته ازاي بقى؟ امسك يا عم انت. والله ما هسمع. اسمع مني انا البلبل الجريء دي سبوبه يا عم الحاج، ومحدش فاهم حاجه. بقول لكم يا اخوانا لموا الدور لحسن يقولوا علينا شغل رعيين. رعيين؟ انت فاكر يعني حكايه الدروس دي فكاكه؟ طب ايه رايك بقى؟ ان انا ممكن دلوقتي اقول لك كلام اثبت لك فيه ان عادتنا دي كلها حرام وحرام. الله. وممكن بقى اقول لك كلام غيره اثبت لك برضو ان عادتنا دي كلها حلال في حلال. مش فكاك يعني. هي بس ديتها ايه؟ تلقط لك كتابين تقراهم هتعدي. الحمد لله انا لا بعرف اقرا ولا بعرف اكتب. وتلاقيك ولا بتسمع كمان. امال يا ابني ايه يا جامد انت في كراسه الحساب والمشاريب عارف كل واحد عليه ايه؟ ده انت بتعد التفل في البراد. لا يا حبيبي ده اكل عيش عليا النعمه لو مليونير احفظ. بص ما انت عايز. هو ده يا عم. والله العظيم ببيعه بنفس الثمن. يا سيدنا احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا عقل عشان نميز بيه بين الصح والغلط، بين العيب واللي مش عيب، بين الحلال والحرام. بس احنا للأسف ساعات كتير قوي نكذب على نفسنا ونضحك على نفسنا وبنصدق كذبنا. في النهاية عايز أقول لكم حاجة، اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله من قلوبكم يا سيادي، والحلال بين والحرام إيه؟ بين. ربنا يكفينا شر الحرام ويجعلنا على طول في طريق الحلال بإذن الله. معانا اتصال تاني. احنا مش هنمشي بقى ولا ايه يا ليلى؟ دي القهوة فضيت علينا. مش عايزة اروح، بقيت اتعب لما اقعد لوحدي. كل ده عشان مي، ما تنسيها بقى وشيليها من دماغي. البنت عايشة مع ناس كويسة وانت قلت بنفسك كده. وحشاني يا طارق، فيها ايه يعني لما اشوفها؟ هو انا هاكلها؟ وعاوز يمحي من دماغ مي كل الماضي، ومتهيألي ده من حقه، ده في منزلة والدها. بقول لك وحشاني يا طارق، معقولة أنت كمان مش حاسسني؟ أنا يا ليلى؟ أنا مش حاسك؟ ده أنا الوحيد اللي طول عمري حاسك. أنت اللي مش حاسة أي حد، حتى أنا. كان المفروض دلوقتي بقينا متجوزين ومعانا مي ونربيها. طارق، إحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. فرق السن اللي بيننا مش مريحنا. لكن مريحنا أنا. وبعدين فرق السن، 5 سنين خليتون فرق سن. لا شاطر، عرفت تخرجني من الموضوع. لا يا ستي، نرجع تاني لموضوع مي. عاوزة تشوفي مي ازاي؟ أنا عايزة أرفع قضية على الراجل ده. قضية إيه؟ مي دي بنتي، العرف والدين والقانون بيقولوا كده. لا، أنت ضربتي، أنت مالكيش سهر تاني بعد النهاردة. اتفضلي قدامي عشان أوصلك. أنا هرفع قضية يا طارق، هتقف جنبي أقف، مش هتقف هروح لمحامي يرفعها لي. حاضر يا ستي، هرفع لك قضية. وأنا أقدر أرفض لك طلب يا جميل؟
بقول لك ايه، انا مش ناقصاك. يا رب يغفر فيك. يلا بينا. ايوه يا منى انت فين؟ انا هنا يا صفاء اهو. انا قاعده بقى لي ربع ساعه مستنياكي. انا هنا اهو، رافعه ايدي لابسه اشار بحر. شفتك شفتك. تعالى. ده انت زي القمر. ايه بيقولي لاخوكي؟ طب اقعدي تشربي ايه؟ بقول لك ايه، انا اللي عازماكي وما تعمليش فيها حركات بنت البلد دي لحسن مش شاربه حاجه. ماشي يا ستي انا معزوم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وانتي ما صدقتي ولا ايه؟ انتي بخيله زي صلاح. قوليلي قوليلي احسن، انا حاسه اول مره اكتشف صلاح. لا هو ان جيتي للحق يعني هو حنين واللي في جيبه مش ليه. طب احكيلي انتوا تعرفوا بعض ازاي؟ يعني انتي زميلتنا في الجامعه؟ لا انا مش مكمله تعليمي. غريبه. اصل اكيد صلاح بيحبك قوي. ليه؟ ما تزعليش مني، اصل صلاح طول عمره كان نفسه يتجوز واحده جامعيه. هو ما لمحلكيش بحاجه كده ولا كده يعني؟ لا خالص. هو انا وصلاح اخوات، بس زي ما تقولي كده بينا وبين بعض حواجز. يعني هو بيخاف عليا قوي وما بيحبش، او بمعنى اصح بيتكسف يتكلم معايا في موضوع المشاعر. مقفل؟ ما انا عارفه صلاح، انت هتحكي لي عنه. الا مقفل ده رفض زميلي في الجامعه لما جه يتقدم لي لمجرد ان احنا خرجنا مع بعض بره. وعمل ايه؟ عمل ايه؟ ده شتم وهزقه وطرده. بصراحة بقى مش عارفين نعمل ايه. ان شاء الله كده لما موضوعنا يبقى رسمي هسلكلك امور. يا ريت يا منى يسمع من بقك ربنا، احسن احنا بصراحة واقعين في مشكلة جامدة. مشكلة ايه يا اختي بعد الشر؟ احكي لي. لا هو انت يعني عايزة على طول كده تعرفي كل حاجة؟ ما انت هتحكي لي هتحكي لي النهاردة بكرة، هبقى مرات اخوكي. وانا يا ستي حماك. قولي لي بقى صلاح تقدم لك ازاي؟ مش فاهمة يعني. يعني الشكل الارتباط كان عامل ازاي؟ جيل مامتك جيل باباكي؟ عادي يعني اتقدم لي قرينا الفاتحة ولبسنا دبة. غريبة قوي. امال ليه يعني ما جابلناش سي؟ ما هو مستني ينجح ويعلق الدبور. ادخل. هو حضرتك مش نازل؟ لحد امتى يا بابا هتفضل كده؟ هو حضرتك حاسس بالذنب؟ خايف اكون ظلمتها؟ ما تسامحها يا بابا. اسامحها؟ اسامح واحدة خانتني مع راجل تاني؟ بص يا بابا انتوا جيل واحنا جيل. يعني جيلكم بيوافق على الخيانه؟ خلاص يا سيد انا موافق. قولوا لي تعملوا ايه؟ رسيني انا دقه قديمه مستعد اعمل زيكم. هعمل ايه؟ يا بابا كل حاله وليها ظروفها والظروف بتختلف. هتقول لي اتجوزت واحده اصغر منك ليه؟ يمكن بسبب فشل جوازاتها الاولانيه واحساسها انها بدات تكبر. وانا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه في ظروفها؟ يا بابا احنا لما بدانا نتكلم في الموضوع ده انت كنت متعاطف معاها، ولما اتكلمنا شويه بقيت مختلف ومتحمل عليها. واللي بطلب تحليل هتاكد ده. انا بصراحه بقيتش فاهم حضرتك. انا شخصيا يا ابني بقيتش فاهم نفسي. يا بابا انت الراجل اللي جواك مجروح عشان عرفت واحد تاني، وهو ده اللي مخليك مش عايز تسامحها. انا كبرت انت كبرت يا ابني وبقيت تحلم اللي جوه ابوك. قول لي انت بعمل ايه؟ صدري متضايق، عايز انزل اشم شويه هوا. انت متأكدة ان اخوكي في البيت؟ ادام مش في ورشة يبقى اكيد في البيت. انا من رأيي ان احنا ناخد محامي معانا احسن، انت عارف اخوكي مجنون. جرايه يا فتحي، انت هتخاف ولا ايه؟ لا يا اخويا ده حقنا. اخوك وانت ادرى بيه ايه؟ مش هسيب البيت بالساهل. والله بقى ده بيع وشراء، لو مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. ربنا يستر. بقول لك ايه يا فتحي؟ ما تجيش والنبي يا اخويا ساعة الجد وتناخ. انا قتلت البيت ده. وانا قبل منك.
السلام عليكم يا سعيد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلوا. ازيك يا ابو جمال؟ الحمد لله يا عم فتحي. امال الواد جمال فين؟ مش باين يعني. راح مشوار كده. ايه مشوار؟ امال بيقولوا يا اخويا ده غطسان بقاله اسبوع. هم بيقولوا كتير يا سناء. ما تخش في الموضوع دغري يا سناء. موضوع ايه؟ خير؟ سمعت كده يا اخويا والله اعلم ان انت كتبت الورشه والبيت باسم الواد جمال. حصل. ولا انت عندك مانع يا سناء؟ ابدا يا اخويا، ربنا ما يجيب اي موانع. ادام قانوني ما اقدرش اتكلم، بس كمان قانوني يا سعيد يا اخويا الورشه والبيت بقوا ملكي. ايه ملكك ايه؟ ما تجيبي من الاخر يا سناء. في ايه؟ تقول لك ايه يعني يا ابو النسب، الواد جمال ابنك باع الورشه والبيت لاختك سناء. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا فتحي؟ اهو ده اللي حصل يا اخويا، والعقود اهي وعلى يد محامي وشهود كمان، والواد جمال قبض 50,000 باكو باكو ينطح باكو. غريبة، ده انا كنت فاكرها قالك. امال الواد ودى الفلوس فين؟ امتى حصل الكلام ده؟ من 10 ايام بس. ابن الكلب يا جمال، يا ابن الكلب، رميت ابوك في الشارع يا جمال. خلاص يا سناء، خدت بطارق، ضحكت على الواد وخدت منه البيت والورشه. لا 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 يا سعيد، خلي بالك من كلامك يا اخويا، انا ما ضربتش حد على ايده. وبعدين انت مش كنت ناوي تبيعهم لحد غريب؟ خلاص انا اولى من الغريب. كنت تقولي لي يا سناء، ما احنا برضو اخوان. ضحكتني يا سعيد، من امتى يا اخويا كنا اخوان؟ ده انت عمرك ما حنيت عليا ولا على عيالي، جاي دلوقتي تقول لي اخوات؟ ماشي يا سناء، ماشي. بردت قلبك يا سناء، ولعت النار في قلبك. ماشي يا اختي، تحب الم شنطه هدومي واطلع بره بيت ابويا، ولا تحب فتحي يطردني ويرميني بره في الشارع؟ أموري يا سناء، أموري يا أختي، أموري وأنا تحت أمرك. بقول لك إيه يا سناء، يلا بينا دلوقتي علشان النفوس شايلة، نبقى نجيله لما يهدى كده. يلا بينا. فوتك بعافية يا سناء. اخوك ياخد منك البيت تعيطي، تاخدي منه البيت تعيطي، في ايه؟ اول مره اشوفه مكسور كده. ده ورد اخويا. نسيت اللي عمله فيكي؟ ما نسيتش يا اخويا، بس كان نفسي كل واحد فينا ياخد حقه من الاول ونعيش في سلام. اهو على الاقل كنت خدت بالي من ابنه اللي باظ. هو اللي بوظه، قعد يدلع فيه وهو صغير لحد ما راح منه ما عرفش يربيه. هو بقى يا فتحي ربنا يهديه له. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم حاجه. والنبي يا فتحي تسيبني في حالي دلوقتي، بكره نبقى نروح له. خلاص انا رايح اقعد على القهوه. بقول ايه؟ ما تيلا بينا بقى. يلا بينا فين؟ هو احنا لسه لحين قعدنا مع بعض؟ ما انت خدتيني على مشم كده، قلت لي انك هتوصليني وفجاه جبتيني هنا، وانا يعني ماليش في العادات دي خالص. والله ما انت ماشي لما تتعشى معايا. تتعشى معاكي؟ لا لا لا، ما ينفعش، انا متعود اتعشى في البيت مع الولاد. وانا متعوده اتعشى لوحدي. تعالى بقى مره نكسر الروتين انا وانت ونتعشى مع بعض. والنبي يعني لازم تحلفي؟ خلاص ما دام حلفتي خلاص.
بس انا اللي حكي على الحساب والا مش هاكل. اه خلاص يا حبيبي زي ما تحب. انت فكرت في مقدمه الحلقه بتاع بكره لسه؟ نفسي تريح نفسك شويه من الشغل بقى. معقول يعني قاعد في مكان حلو زي ده وبتسمع المزيكا الهاديه دي وبرضه بتفكر في الشغل؟ هو المزيكا هاديه فعلا، المكان حلو وكويس. لا المكان حلو. انت تعرف اكتر حاجه عجباني فيك ايه؟ انك خجول. اه يعني شويه. شويه ده ايه؟ ده احنا من ساعه ما اتقابلنا في المحطه ما حاولتش تبص في عينيا ولو مره واحده. اه طبعا فعلا. وده بقى بيزيدني دايما ليك احترام وبيحسسني معاك بالامان. الله يخليك يا امت. مساء الخير يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. تحب حضرتك تاخدي اللي بتحبيه كل مره ولا هتحب اغير حاجه تانية؟ لا لا هو زي كل مره بس المره دي الفردين. اوكي ذاتس اورايت. ايه ده؟ ده انا اللي ندهت له ما عبرنيش خالص. ده انا ما طلبتش. انا طلبت لك يا حبيبي بس على الله ذوقي يعجبك. اه طبعا هيعجبني طبعا. لا انا مش عارف انا ليه كده قلقان وقاعد مكسوف يعني. مش اصل لو حد شافنا قاعدين مع بعض هيقول ايه؟ بس احنا قاعدين في اعداد حلقه بكره. ثم احنا ما بنعملش حاجه غلط. امال انا ليه حاسس اني بعمل حاجه غلط؟ ده انا زي ما اكون بسرق او باخد حاجه مش من حقي. والله اختبي بصلي ليه بس؟ مفيش حاجه يا تمام. وبعدين انا بقى عكسك خالص. انا مبسوطه جدا ان انا قاعده معاك بصراحة كده. حاسة إن أنا قاعدة مع حد محتويني. أب، أخ، صديق. ده مش حرام عليك بقى تحرمني من كل دول؟ لا 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 اقعدي معاهم براحتك خالص يعني. ويا ريت تطولي مع الصديق شوية. أنت شايف كده يعني؟ لا بهزر يعني. أنا ماليش نفس أهزر. أنت تعرف إن أنت قبل ما تيجي البرنامج بصراحة كده كان دمه تقيل قوي على قلبي. يا ساتر يا رب. ليه؟ لانك غيرت كتير قوي في شكل البرنامج. الحمد لله ده كله من فضل الله. طيب اشرب. معقول في كده يا استاذ تمام؟ فظيع وانت مكسوف بتبقى زي الطفل الصغير بالظبط. الله يخليك. شكرا تحيه والصلوات والطيبات. السلام عليكم. زينب ورحمه الله. زينب. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله رسول الله. لا إله إلا الله. أما صليت على شوف هي فيه أنا كنت فيه. استغفر الله العظيم. في العالم. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا زينب. منا ومنك يا اخويا. احضر لك لقمه تاكلها؟ لا 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 اقعدي اقعدي. انا مش عاوز اكل. انا عاوز اتكلم معاك شويه. خير يا اخويا اتفضل. خير ان شاء الله. زينب انا طول عمري محافظ عليك وطول عمري بعاملك بما يرضي الله ورسوله، مش كده برضو؟ عليه الصلاه والسلام. ايوه يا اخويا عمرك ما غلطت فيا. صح يعني كنت بتتعصب عليا شويه بس بعدها كنت بتفوق كده وبتروق وبتكلمني تاني. هو حصل حاجه؟ اه حصل. حصل ايه يا اخويا؟ انا مش عايز اغلط يا زينب. مش عايز اغلط. مش عايز ازعلك ولا اظلمك. مش عايز تغلط ولا تزعلني ولا تظلمني. الله طالما انت ماشي على كتاب الله وسنة الرسول هتغلط ليه؟ يا اخويا بوشتني. ما هو انا عشان ماشي على الكتاب والسنة زي ما انت بتقولي لازم اطلب منك الطلب اللي هقوله دلوقتي وواثق انك ان شاء الله مش هترفضي. ارفض ايه؟
واقول ايه؟ هو في ايه؟ انا هتجوز يا زينب. ايه؟ تتجوز؟ ولا يوم عشنا عمال يومات تقرمشنا حتت حتت وتاكل فينا الظلم عالبحر عايشها والراحة عالبالنا حايشها شغلنا ودماغنا دوشة رايح وجاي تلعب بينا شفناش حلاوتها يا خسارة تهنا بزحمتها يمكن